هذه فئة القعدان بتنطلق بهذه اللحظات. أرى وأتابع أول المراكز، تواجد متعب على المر أو الواصل على المركز الأول، تعود الملكية لهجن الشيحانية. عملية التضمير لدى حمد بن علي بن حلفان المري، من يقدم لنا الواصل مع الصدارة والمقدمة ومع الانطلاق الأول والانفراد الجميل بمقدمة هذا الشوط. وتابع المركز الثاني، ثاني المراكز، هنالك التواجد من قبل السفري، تعود الملكية لهجن الشيحانية والمضمر محمد بن خالد العطية من يديره بعملية التضمير. ثالث المراكز، أتابع وأراقب المركز الثالث من ينطلق بهذه اللحظات ويتواصل سوقات، تعود الملكية لهجن الشيحانية والمضمر سالم بن فاران المري من يدير بعملية التضمير. شكرا يا السادة وشكرا يا أبو شارف. رابعا أتابع الانطلاقة من قبل براك، تعود ملكية براك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم من يقدم لنا براك مع المركز الرابع وينطلق بهذه اللحظات. هنالك الانطلاقة الجميلة مع المركز الخامس، المركز الخامس يتواجد موادع، تعود ملكية لهجن الشيحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. هذه الانطلاقة المميزة مع الخمسة الأسماء المنطلقة ومع التواصل الجميل من قبل خمسة الأسماء الأولى وأول المراكز. أراقب الانطلاق مع الواصل، من يواصل هذا الأداء الجميل وهذا التقدم المثير مع أول المراكز. وما زال التوقيت الزمني مع البواسل، من سجلت التوقيت الأفضل بالشوط الأول الرئيسي لسن القاية البكار البواسل لهجن الشيحانية برفقة المضمر سالم بفاران المري. توقيتها الزمني نشاهد عبر شاشة قناة الريان، نشاهد هذا التوقيت الأفضل 6 دقائق 15 ثانية 34 جزء من الثانية 34 جزء من الثانية. هذا هو توقيت البواسل، التوقيت الأفضل الذي تسجل معنا، وللمعلومة كان انطلاقها ذاتي بدون أي تعليمات. أعود إلى مجريات هذا الشوط، أعود إلى الواصل من ينطلق مع الصدارة، الواصل لهجن الشيحانية حمد بن علي بن حلفان المري من يدير بعملية التضمير. السفير يأتي على المركز الثاني، السفير من يود أن يسافر بناموس هذا الشوط ويسافر إلى أول المراكز بانطلاقته الجميلة مع المرتبة الثانية. تواجد السفير، تعود الملكية لهجن الشيحانية، المضمر محمد بن خالد العطية المشاغب دائما وأبدا، يثبت لنا مشاغبة خفيفة لطيفة من انطلاقة هذا الشعار والأسماء المميز. المركز الثالث، ثالث المراكز، تواجد سوغان، ينطلق سوغان بشعار هجن الشيحانية المالكة والمضمر سالم بن فاران المري من يدير بعملية التضمير الذهبي. الذهبي عاشق الذهبي والرموز، ينطلق شعاره مع المركز او ينطلق احد الاسماء بتضميره مع المركز الثالث. رابع المراكز، يصل مصيحان على المركز الرابع، تعود الملكية سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، الموهوب علي بن حمد بن جرحم من يديره بعملية التضمير. خامسا اتابع من انطلق بهذه اللحظات لاول ندى، مشهور ينطلق ويبحث عن الشهرة، يبحث عن الشهرة وعن التتويج. تعود ملكية مشهور سعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، حمد بن محمد الدهيمن يدير بعملية التضمير. هذه إذن الخمسة المراكز الأولى، الخمسة المتقدمة والمنطلقة والمتنافسة والباحثة عن كلمة الناموس. ما زالت عملية البحث تجري بانتزاع أول المراكز، ولكن الواصل هو المتصدر منذ أن أطلق الستار. هل سيواصل هذا الانطلاق الجميل؟ هل سيواصل هذا الاندفاع المميز مع فعاليات الكيلومتر الأخير؟ كيلو وحيد ما تبقى عن ناموس هذا الشوط. السفير على المركز الثاني، يا سلام، هجن الشيحانية تقدم لنا الأسماء الكبيرة مع المركزين الأول والثاني. ثالث المراكز، مشهور لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز الثاني، بالدهني يدير بعملية التضمير. رابعا أتابع التقدم من المواد، هجن الشيحانية مع سلطان الوهيبي. خامسا أتابع الانطلاق الجميل من قبل أحد الأسماء الكبيرة، وتواجد بليهان لهجن الشيحانية سالم بن فاران المري.
إذن ينطلق مع المركز الخامس ويتواجد في هذه اللحظات، ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع المقدمة، أعود مع الواصل. الواصل من يواصل هذا الانطلاق، يواصل هذا الإبداع، يواصل هذا الانطلاق الجميل، هذا التقدم المثير منذ أن يطلق الستار، وهو متحمل مسؤولية هذا الشوط ومسيطرا على أول المراكز ومعانقا كلمة الناموس. هجن الشحانية تقدم لنا الأسماء الكبيرة، الأسماء التي تواجدت في هذا اليوم وبهذه الانطلاقة المميزة. سلام وتحية واحترام لهجن الشحانية وللمضمر حمد بن علي بن حلفان المري. ثالث المراكز كان الوصول من قبل موادع لهجن الشحانية، المركز الثالث كان التواصل من قبل لبليهان لهجن الشحانية، المركز الرابع كان الوصول من السفير لهجن الشحانية، خامسا كانت الوصول من قبل مهلي لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. مشاهدينا الكرام، شاهدنا المنافسة الجميلة وشاهدنا الواصل من واصل هذا المعطاء الجميل والانطلاق المميز بتقديم العروض الرائعة حتى وصل إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس ومحققا هذا الانتصار المميز. شاهدنا انطلاقه وانقضاض إلى خط النهاية بتوقيت زمني وتقدير 6 دقائق بلا شك، 22 ثانية 80 جزء من الثانية الثانية. والتبريكات لهجن الشحانية، كما نهني مضمر حمد بن علي بن حلفان المري. المركز الثاني كان الوصول من قبل موادع، توقيت الزمني 6 دقائق 23 ثانية 72 جزء من الثانية الثانية. والتبريكات نزفها لهجن الشحانية، كما نهني سلطان بن محمد الوهيبي. ثالثا كان الوصول من قبل بليهان، توقيت الزمن 6 دقائق 26 ثانية 38 ثانية. التعال التبريكات لهجن الشحانية، كما نهني